السلام عليكم. تداول ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق فيديوهات وصور لاستنفار أمني بمدينة باريكا بولاية بتنا بسبب حقيبة مشبوهة. تبع الفيديو للأخير قالت عدة صفحات ناشطة على الفيسبوك منذ قليل أنه تم العثور على حقيبة مشبوهة أمام مقر بلدية باريكا، وعناصر الشرطة والدرك الوطني والجيش الوطني قاموا بتطويق المكان في انتظار معرفة ماذا يوجد في هذه الحقيبة، في انتظار وصول فرقة مختصة إلى عين المكان. والغريب في الأمر أن مجموعة من المواطنين الفضوليين تجمعوا حول المكان غير أبهم بالأمر، مما جعل العناصر الأمنية تقوم بتحذيرهم وإبعادهم في انتظار وصول الفرقة المختصة لمعاينة هذه الحقيبة المشبوهة.